ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد إيهاب المحاميد. بداية سعد مساك. الله يسعد مساك وأهلا وسهلا. كلك صوف. في البداية طبعا حضرتك صاحب مؤسسة الوريف لتكنولوجيا المياه الصحية وبالتحديد في إربد. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. إيهاب محاميد، بلشت تقريبا بسنتين ونص بالمحطة. نعم. بلشت من الصفر كبداية. نعم. بس احكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف دخلت على قطاع المياه وليش بالتحديد اخترت أنك تفتح بهذا المجال؟ قطاع المياه كان في محطة فتحت البشرة. اشتغلت فيها كعامل يومية. نعم. ظليت فيها فترة زمنية. عرفت طرق العمل فيها وعرفت شو هي أساسياتها شلون تعامل معها وما عجبون حصرا. المحطة صاحبها باحة اللي كنت شغال فيها. فبدوا بالمجمع هون، جينا أخذنا محل بالمجمع هون وبلشنا من الصفر بالمحطة. إن شاء الله تكون خير. ان شاء الله بالتوفيق. شو هي اهم الخدمات اللي عم بتقدموها هون عندكم للزبائن؟ عندنا خدمات توصيل للمنازل، عندنا خدمات تعقيم غسيل قوارير. نعم. هاي الخدمات اللي متاحه بالمحطه يعني. بس نعم، بس شو اللي بيميزكم عن المحطات الثانيه؟ ميزنا هي جوده المياه، التعامل مع الزبون، طعم المي، النظافه، الشغلات التالية يعني بشكل عام. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ نوسع شغلنا، نفتح فروع ثانية. بس أصلاً شو هي المشاكل اللي أنت عم بتواجهها بهذا القطاع؟ الحمد لله ما فيش مشاكل، بس إنه في ناس يعني بتفوت على المصالح مصلحة المي هي حصراً. إنه بكون بس بده يفتح مشروع. نعم. يعني ما بعرف إشي فيها. ولا عنده أي اطلاع ولا بس يعني. بفتح انا فيه بعبي مي وبس. نعم. هاي بفكر كل شغلتنا، ترى شغلتنا مش سهله يعني. الشغله تبعتنا مو سهله يعني لدرجه الناس تفكر انه بس بعبي في الحنفيه مي وروح ببيعها للناس. في امور ثانيه كثير. اكيد. لازم تتابعها. فالمشكله هاي صارت الناس معها شويه مصاري تروح تفتح محطه، شغل شهرين ثلاثه اربع شهور يسكروا المحطه ويخربوا على المحطات الثانيه. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. ما هو ناقصنا شيء الحمد لله. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ في الأخ مهندس مجدي رشدان. وفي السيد حسام عبابنا. نعم. اللي بلشت معهم يعني من الأساس، هم اللي وصلوا للمرحلة هاي. كيف؟ هم اللي وصلوني إني أصير صاحب محطة وللمرحلة هاي. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم بإربد وكيف الناس بيقدروا يتواصلوا معكم؟ موقعنا إحنا إربد سال، الشارع الرئيسي مجمع زيادة التجاري. الأرقام التليفونات للتواصل 0372156107910931017. شكرا لك. اهلا وسهلا، شرفتونا كلك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد ايهاب المحاميد على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم جددا ورسعتنا. وشكرا لك. اهلا وسهلا، شرفتونا.